وأنا عضو في الحكومة دي. لا أزيد عن ذلك، لا أزيد عن ذلك ولا أرغب في أكثر من ذلك. هي كده، مش حكم عسكر، لا. انتبهوا للكلام اللي أنا بقوله كويس. أنا بقول الكلام ده عشان زمايلي اللي موجودين من الجيش والشرطة واللي هيسمعوني يكونوا فاهمين كويس احنا فين. لا، احنا كل اللي عملناه ببساطة يعني عافينا البلاد من أزمة كبيرة جدا واقتتال بين الناس وبعضها، وقلنا احنا مستعدين يكون الاقتتال معانا، احنا نبقى بديل عن الشعب المصري. خلي بالكم، بدل ما المصريين يقاتلوا بعضهم، لا، قتلونا احنا ونحمي الكل بقى، لان اللي هيقتلونا كام. لكن لو المصريين كلهم مع بعضهم كانت هتبقى حرب كبيرة قوي، يموت فيها آلاف ويمكن ملايين. لكن معانا احنا نستحمل ده لاجل خاطر بلادنا. انتوا بتلومونا على حبنا لبلادنا ولا ايه؟ بتلومونا على حبنا لبلادنا ولا ايه؟ بقى احنا نبقى موجودين على وش الدنيا يا رجال. أني رجولة دي اللي أنا ممكن أتقبلها ولا مروءة؟ إن الناس تبقى قاعدة مفزوعة في بيوتها وخايفة وإحنا موجودين على وش الدنيا. نقول لربنا إيه يوم القيامة وإحنا المسؤولين عن الأمن؟ ألا يروع الناس ولا يفزعوا وإحنا موجودين. دي المهمة اللي إحنا هنسأل بيها، والتكليف اللي ربنا هيسألنا عليه يوم القيامة. عملتوا إيه في مهمتكم في تأمين الناس وإرادة الناس؟